اخيرا اخبار مفرحه جدا بالنسبه للقاح كورونا. كمل معايا الفيديو لو عايز يوصلك الفيديوهات اللي جايه. اعمل فول لو مش عامل واعمل لايك للفيديو ده. خبر يهمك مع احمد مطوع. تقريبا كده يا جماعه كابوس فيروس كورونا قرب يخلص خلاص. احنا شركه فايزر طبعا بدات في انتاج الجرعات بالنسبه للقاح كورونا، وحاليا دلوقتي بيتم نقلها لامريكا. طبعا امريكا هي المستفيده الاولى من اللقاح. السؤال المهم بقى واللي يخصنا دلوقتي، هل مصر حجزت اللقاح ده ولا لا؟ بالفعل مصر حجزت 20% من انتاج اللقاح ده، بالاضافه ان هي كانت حاجزه اصلا 30% من لقاح جي اكس فور طبعا اللي اثبت فعاليته هو كمان، ودول طبعا بيغطي حوالي 50% من سكان مصر، وده طبعا كبدايه. وبالنسبه للجرعات مفروض ان كل شخص ياخد جرعتين. طب هتوصل لنا الجرعات دي امتى؟ الله اعلم، لم يحدد بعد، ولكن اول مستفيدين طبعا هي ماما امريكا. السلام عليكم. بقاني بعمل فولو على تيك توك، فولو على انستجرام، وسبسكرايب على يوتيوب. خبر يهمك مع احمد مطوع.